هل يمكن للشيطان أن يؤثر على الإنسان في رأيه وتفكيره؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، هذا الحديث كان له سبب، وهو أن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعتكف، فلما أراد أن تقوم قام معها النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معها، فمر على رجلين من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا، فدل ذلك على أن الشيطان يقذف في قلب ابن آدم الشر، ولذلك حذر الله عز وجل من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يقذف في الإنسان فعل المنكرات وارتكاب الكبائر، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهنا مسألة مهمة جدا، أن ربما يقول بعض الناس نحن في عام 2020 وتكلمون عن الجن وعن يدخل بدن الإنس، فالذي يقول ذلك ويتعجب من ذلك فإنه لم يفقه القرآن ولا السنة، فإن الله عز وجل لما ذكر الشيطان في القرآن فهو من الجن، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، فكل آية في القرآن وكل حديث في السنة عن الشيطان إنما هو عن الجن، لأن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، فكافر الجن هم شياطين الجن هو الشيطان، وكذلك كافر الإنس من شياطين الإنس. فالآن إذا تكلمنا عن وسوسة الشيطان وكيف أن الشيطان يقذف في ابن آدم ارتكاب المنكرات، فهذا أمر ليس بالهين، لذلك حذرنا الله عز وجل منه وذكر أن أكبر الكبائر إنما ترتكب بسبب الشيطان، قد قرأنا الآن آية الربا وهي كبيرة من الكبائر، وسبب ذلك الشيطان، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ولكن الحقيقة أحل الله البيع وحرم الربا، هذا هو الحق، فلا تتعامل بالربا كأنما الشيطان يتخبطه ويلعب به كيفما شاء.